قدام والزمالك بيدافع. وادي لعبة توصل للونج اليمين وهيشو يلعبها في النص والتاني بيطلعها. ادي بنالتي، ادي بنالتي الحكم، ادي بنالتي حكم، ادي بنالتي هيروحوا عليه مفيش فايدة، مش هيغير قراره. طبعا الجول اللي جه جابته الزمالك في مصر كان بينالتي، وهم عاوزين يخلصوا الحكايه دي. صحيح بينالتي على الزمالك، وما عدوهاش هنا لسه، يمكن لما يعدوها تعرفوا تشوفوا انتوا تحكموا اكثر مننا اللي هنا. لغاية دلوقتي التلفزيون المغرب مع الهاش. عادل مامور كارت احمر لمين؟ للعيبة، لناس، ناس اللي داخلة. ف نينكوفيتش طبعا انتوا في التلفزيون هتقدروا تحكموا وتشوفوا البنالتي ايه، لان احنا هنا بنقول اللي بيقرروا الحكم واخر المدرج من فوق، ولا زال لسه البنالتي ما اتلعبتش. وفي جمال عبد الحميد بيتناقش وياهم. البنالتي هتتلعب وداخل عليها، لازم اللعيب يقف بره الخط عشان لو اتصدت ما تتعدش. لسه ما صفرش الحكم في البنالتي، صفر ودخل وجول، جول جول من بنالتي. جول 1-0 للمغرب، جيش المغرب الملك المغربي، وفات 34 دقيقة. 1-0 لا زالت التلفزيون هنا ما عادش لعب البنالتي. بعد هيعيد اللي لما تيجي جول بيعيدها هي. هذا المأمور رايح الناحية دي وهو بيحطها الناحية الثانية، لكن أصلها إيه ما جابهاش. سنتر فريق الزمالك مغلوب 1، ويمكن يغير بقى من طريقته لو واتلعبت عاليه وبترجع ورا، بيطلعها فريق الزمالك بره الصندوق وترجع تاني لفريق الجيش، وبيدي لونج اليمين بيعدلها وتطول ياخدها عادل مامور. تطول من تميمي ويا سعيد الجدية، هو انت شايف، واتلعبت بتاع الشمال ياخدها وياخدها جمال عبد الحميد على خط السنتر. جمال عبد الحميد بيدي طريقه للونج الشمال، ياخد الطريقه ويخش خط المكان. هوبا هوبا، يا جت في القائم، جت في القائم، يا الله يا طريقه، يا جت في القائم، في اسفل القائم من تحت، طلع ودخل خط البكات ولعبها لعبه جميله جميله. اهو طارق اهو، برافو يا طارق، وهارد لك يا زمالك، والله يا طارق لعبه منتهى العظمه، جت وجول ما يقدرش يعمل لها حاجه ابدا، وجت في القائم من تحت. معلش
لكن زي ما قلت لك الزمالك بعد ما دخل فيه البلنتي ابتدى يهجم وابتدى يخش. ثلاثة نمريز لعبها فاول. عاوز ينزلوا. أمان عبد اللطيف بيسخن ونازل. أهو تيمومي ظاهر. هنشوف الكرة مع عادل مأمور بيطلعها بإيده وبره الجول عادل. لكن في ثلاثة واقفين حارسين الجول من فريق الزمالك وده الصح ما يطلع عادل مأمور. علاء عبد العال بيسخن. طبعا 16 ضرب عادل مأمور وعادل مأمور قال للحكم ما حسبش الفاول غير لما زعق عادل ولازم يبعد 10 يردات. دول 4 يردات معروفين. يعني لما تبقى جوه خط الباكات بيرضى واحده جمال عبد الحميد. علاء نصر ابراهيم طلع ونزل. علاء عبد العال. علاء عبد العال. عبد العال خدها واديها لعلاء. علاء اللي لسه نازل مشي من واحد لكن الباك الثاني غطى وبياخدها منه وتطلع بره اوت. علاء عبد العال نزل بدل نصر وحماده عبد اللطيف نزل بدل جمال عبد الله وباقي على ساعه 13 دقيقه على انتهاء المباراه والنتيجه 1-1. الكره بينقلها حلو قوي لايمن يونس. ايمن يونس بيديها من ورا الباك لطارق لكن مشتركه جدا. الباك خدها فعلا وهو اللي لعبها وحش وايمن يونس سابها لاشرف. على مهلك على مهلك على مهلك. راح 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 وبيصلح علشان يشوط بيعدل يشوط يطلعها فريق الزمالك. مفيش حد قدام من فريق الزمالك. حدش قدام. عملوا زي اول هاف تايم ولا ايه. ترجع تاني اللعبه يعني الدفاع هيفضل كده هو يطلع 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 يطلع. ما هو طبعا اخر دقيقه الحكم هيدي ضربه حره مباشره خارج منطقه الجزاء بيرضي تاني. هو لازم نهجم. ليه احنا ما نجيبش جول في الست دقايق دي؟ الله ما هو كل اللعبه الطويله اللي تيجي علينا لا نطلعها نديها لهم لتبقى فاول والحكم قاعد يتلكم. فاول بره خط الاريا من ناحيه اليمين باربع يردات بيصلحها هو نمره ثلاثه. وعادل مأمور واقف وفي حيطه ونط من عليها واتلعبت بيطلعها فريق الزمالك بسرعه وبيجلي وترجع تاني وبيصلحها وبيشوط يطلعها فريق الزمالك. بيلعبها احمد رمزي لكن السيد بياخدها وياخدها كويس قوي 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 واتلعبت وتتلعب على علاء وعلاء لجمال عبد الحميد. عاوز يدي طارق ما تروحش تروح في النص ويقع في الارض ولسه ما امشي قاعد اهو في الارض وتتلعب طويله توصل لعادل مأمور الى اشرف قاسم واشرف قاسم بيلعبها تصدي وترجع له ويدي علاء. علاء بس بعيده مشتركه خدها خدها مأمور. فاول على علاء
بتلعب امشي امشي ادى طارق مدي اوفسايد مع انه الراجل مغطيه ب 10 ياردات. انا قصاده بقى والراجل اللابس احمر مغطيه على الاقل ب 10 ياردات، لكن اللاين مان يعني مدي طارق يحيى. اقول ايه، ما انا ما بتكلمش على الحكام، انا قصدي ابدا يعني تلعب قدام ياخدها عادل مامور بترجع على الزمالك. خد يا حماده، حماده عبد اللطيف اداها حلوه قوي لعلاء، وعلاء اداها جمال عبد الحميد بيديها لعلاء تاني، وعلاء طالع ناحيه اليمين لسه معاه الكوره بيلعبها بالعرض بتاخدها الباك بدماغه وسهل جدا، واتلعبت عاليه خطره بتطلع بره بيطلعها الزمالك فاول في صالح الزمالك. طالع علاء لازم يبعد اللاعب 10 يردات، اداها علاء اما لسعيد الجزائي يتلعب الى حماده عبد اللطيف شابها حلوه قوي وطلع من بويه لعلاء عبد العال وقال له انا بلعبها بالعرض يا طارق. بعيد طارق، فرصه كانت كبيره. معلش معلش، بنلعب بقى لنا دقيقتين في الوقت الضائع، دقيقتين في الوقت الضائع وتاني بياخدها فريق الزمالك. واشرف قاسم تنقلها الى لالتين جمال حلوه. امشي امشي، لا لكن هياخدها ويديها لطارق. ايمن يونس مشي، ايمن يونس مشي ويطلعها الباك اليمين بره قوي. صفر الحكم وانتهت الشوطين المباراة بفوز الجيش الملكي 1-0. حميد على الخط وهيصفر الحكم، الأربعين ألف بيصفروا لطارق يحيى، وصفر الحكم وطارق جوه الجول، جوه الجول 1-0. لسه دي أول لعبة، الجيش طارق يحيى 1 عادل مامون رايح يقف، طارق يحيى بتتعاد وبيحطها على على يمين الجول. حلوه 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 في السقف فوق، قويه وفي السقف. هيشوط بيصلح الكوره بتاعته وراجع لورا. حميد واقف على الخط والحكم صفر ودخل جوه الجول. اثنين لمصر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كل المصريين اللي هنا اللي جايين حوالي 100 نفر في الثلاث رحلات اللي بقول عليهم بيبوسوا الكوره. اشرف قاسم بتاع عادل مامور واقف
ولعبتهم التانية داخل جوه الجول، يبقى واحد للجيش اتنين للزمالك لغاية دلوقتي، اتنين للزمالك واحد للجيش. اهو حطها رخرة حلوة قوي في السقف على شمال عادل مأمور. اللي جاب الاولاني طارق يحيى والتاني اشرف قاسم محمد صلاح. محمد صلاح هيشوط التالت. محمد صلاح هيشوط التالت. محمد صلاح الجول فضل واقف بره لحد محمد صلاح ما يحطها، وقال للحكم خليه يحط الكره الاول. محمد صلاح بيرجع ورا، بيرجع ورا، صفر الحكم وصدها. يبقى ثلاثة صعدوا جبنا اثنين. صدها الجول عادل مأمور داخل يقف في الجول. اللعبة الثالثة للجيش. اثنين لمصر واحد لهم، ودي الثالثة لهم، ثالث شوطة لهم. دخل جوه الجول، جوه الجول، تبقى اثنين اثنين. ثلاث شوطات هنا وثلاث شوطات هنا واثنين لاثنين. لطيف هيشوط الرابعة. اتنين اتنين اهو على اليافطة طيب. اهي شايفينها هنا حمادة عبد اللطيف اهو. اثنين لغاية دلوقتي للجيش. ثلاثة لمصر، طارق يحيى جاب الأولاني، أشرف جاب الثاني، صلاح صدت لعبته الثالثة، حمادة عبد اللطيف جاب الثالث. هذا المأمور رايح يقف في الجول. هيشوطوا الشوطة الرابعة. لهم اثنين لغايه دلوقتي داخل وشهر. ثلاثه ثلاثه متعدين، متعدين لغايه دلوقتي ثلاثه ثلاثه. سعيد الجدعي سعيد الجدعي وسعيد الجدعي بيعدل الكرة. الحكم هيرجعها له في نص النقطة، يعدلها هو. حطها سعيد الجدعي، الخمسة خامس لاعب داخل سعيد. Thank you.
الجيش اللعبه اللي جايه دي تتوقف عليها نتيجه الماتش. الامير عبد الله في الرباط والى اللقاء.